الأمطار هذا العام ما رأيكم؟ هل سنشهد موسم جفاف؟ شكرا لله لا نخوض بظروف شديدة لاتي؟ لأنك تلعب الدور الدنيا وما فيها في كل إحسان، ونحن بالاعتبار إلا نحن في الصبح لنا ونحن ضعفاء ومع اليقين إن الله مع الصابرين والديمقراطية والحمد لله في الشكر لله لا نقر في أي حالة وأن نكون في خاطر الله إحسان ما يرى، وهذا هو التميز في الدنيا وما فيها. نحن بالاعتبار من هذا القضية الشتاء الحمد لله والشكر لله في التميز، وخا في محلها أن أتمنى، ولكن مع السلامة الحمد لله الشفوية وهناك والخير في البعيد ونذهب علينا إلى القريب، وهذا هو ملاحظة في كل قريب. وإحنا وما هذه الحاجة الثانية مع النظر في القرآن الكريم التي نزعها مع الشتاء إن شاء الله وتذهب إلى عندنا في الخير والإحسان. ونفكر الشتاء حول الإنسان متوسط لا الضرر ولا ضرر، لأن نوع من الشتاء تصعبات حول ما يرى لا إلى الله سبحانه عز وجل، هو اللي عرف أشنو كان في موعدنا، هو اللي عرف أشنو في قلبنا خالصا، ونحن زبناء ونفعل من هدي الإسلام صدق الله العظيم. هذه هو اليقين. شكرا على التميز جامعا من هذه الناس. شكرا.